هذه العقوبات يجب أن لا تشمل العلم. ما ذنبنا أن نربح كاميرات وأجهزة علمية ولكن يمنع توريدها لسوريا؟ التحدي الأكبر كان هو بناء هذه القبة والملحقات من برامج وتطبيقات المهندسين السوريين المبدعين السوريين الذين استطاعوا من خلال المتابعة والدراسة والبحث وترجمة المخطوطات العلمية والدراسات العلمية أن يقوموا ببناء هذه القبة